نرحب بقناة الموصلية قناة الموصل بهذه الزيارة المديرية جوازات نينوى في الساحل الأيسر. كما تعرفون مواطنين أهل مدينة الموصل مكتب جوازات نينوى الأول في الساحل الأيسر يستقبل يومي 1000 مراجع عن طريق الحجز الإلكتروني و50 للمرضى و50 للشهداء والحالات الخاصة، وبالإضافة إلى خدمة الـ VIP بالنسبة للمستعجلين على السفر يكون الرسم ماله 250 ألف دينار. بالنسبة للمواطن بإمكانه أنه داخل بيته يحجز على الحجز ويجي السيرة مالته بداية كل أسبوع ننزل الجدول، بس المواطن يعرف السيرة إن شاء الله. بالنسبة للبصمة، احنا حاليا عندنا بصمة ورقية وبصمة إلكترونية. البصمة الورقية بإمكان أي مواطن يبصم، بس عندنا البصمة الإلكترونية يجب المواطن إذا كان عمره أكثر من 50 سنة أو 60 سنة يتعذر عليه البصمة، فيجيب أحد من ذويه، أبوه أو أخوه أو أحد من أقربائه لغرض البصمة الإلكترونية. وعندنا بالإضافة يعني عندنا الحرفيين وذوي المهن الصحية اللي يديهم يتعاملون مع بعض المواد الكيميائية تعذر ظهور البصمة، ثم يضطر يجيب أحد من أقربائه.